ما في شيء اسمه نويت أن أصوم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات ولا مرة قال نويت أن أصوم، ولا نقل عنه الصحابة رضي الله عنهم، ولا نقل عن أحد من الصحابة أو من التابعين أو أتباع التابعين أنه قال نويت أن أصوم، ولا نقل عن أحد من أهل العلم السابقين من الأئمة الأربعة وغيرهم أن قال من أراد أن يصوم فعليه أن يقول نويت أن أصوم، أبدا. وإنما النية محلها القلب. أنتم الآن لو باكر رمضان بتصومون؟